صباح الخير لك كل المشاهدين. Thursday Cardio Day مثل العادة إيمان وشادي بيساعدوني كرمال نقدر نقدم لكم حلقة كتير فيها أنرجي، حلقة كتير قوية، حلقة بنحكي فيها عن الكارديو فاسكل ترينينج وقديش أهمية الكارديو فاسكل ترينينج بحياتنا، لأنه ما فينا نكون عم نعمل كل المكونات بعالم الفتنس من ويت ليفتنج من إذا بدكم ستريتشينج بالانس أجيليتي كل هالأمور بلا ما نكون عم نركز على كمان الكارديو فاسكلر ترينينج اللي هو شغلة مهمة جدا. رح انتقل أنا بسرعة لشوية صور نحكي عنه شوي أنا وياكم قبل ما نبلش التمرين تبعنا. رح احكي عن الكارديو بنفيتس، اكيد بيرن كالوريز، امبروفز كوليسترول ليفلز، ريدوسز ريسك اوف اوسيوبوروسيس وهيدي شغله كثير مهمه، ريليز فيل جود هرمونز، ديكريز ديبرشن وستريس اند انكزايتي. بتعرفوا قديش بعد حيالله كارديو فاسكولار سيشن قديش بنحس حالنا مرتاحين، امبروفز لونج فانكشن، ايزير بريذنج، بيتحسن التنفس تبعنا لما نكون عم نشتغل على كارديو فاسكولار تريننج، improves heart function وهيدي كمان شغلة مهمة لما نحكي عن cardiovascular نحكي عن قلب ورواية بمينلي بطريقة كتير أساسية، increases metabolism بتعلي الميتابوليزم تبعنا، improves endurance وأكيد بتحسن النوم، improves sleep. رح انتقل على الصورة الثانية. اليوم عم نحكي شوي عن low intensity و high intensity. شوفوا الأربع صور كيف بفرجوا كيف الواحد ممكن يمشي الكلب تبعه بطريقه كثير بلو انتنسيتي وبعدين جرادجولي يطلع بالانتنسيتي لنصير بعدين مثلا اب هيل رانينج هاي انتنسيتي تريننج. اليوم عم بعطيكم هيدي الصوره لفرجيكم قديش في عندكم اوبشنز وقت تتمرنوا، كل واحد بيتمرن على قويته وعلى الليفل تبعه. بنتقل كمان للصوره الثالثه. هون عم بحكي انا على الاكسرسايز زون لما احكي على الهارت ريت. دايما الهارت ريت انا بعني عمر الانسان versus الانتنسيتي اللي عم بيشتغل عليها. السقف الفوقاني بفرجي العمر 20 25 30 35 اي كاتيجوري، وباقصى العمود باقصى شمال بفرجي الانتنسيتي 50% 60% 70%، وتحت كل زون مودريت اكتيفيتي الويت كنترول ايروبيك زون انايروبيك زون والفي او 2 ماكس. كل زون انتو لازم وين تكونوا فيها، هيدي اكيد بدها حلقه موسعه. بنتقل على اخر صوره وهيدي باكد فيها انه اليوم ما بنعمل رياضه بس ليكون شكلنا حلو. هيدا مثل كتير بسيط عن شريان للقلب صحي وشريان تاني مليان كله بلاك وكوليسترول، وقديش الكارديو فاسكولار تريننج بيساعدني انه يكون عندي دائما شريان كتير سليمه. لكن رح نبلش انا وشادي وايمان. شادي يور جود ستيب تاتش من الاول ميوزك وي جو لهالميله. اكيد عملنا وورم اب وعملنا ستريتشينج، منبلش كمان رح نعلى بالانتنسيتي شوي شوي. رح اشتغل انا على 15 ثانيه لود وبرجع 10 ثواني بنكون عم نريح فيها. اوكي ريدي. اول حركه مثل العاده جامبينج جاكس. ار يو ريدي؟ باخذ نفس عميق اند اي ستارت 15 seconds. جود جوب جود جوب. حركات هينه، حركات فيكم تعملون وين ما كان. 5 more seconds. بريا 10 ثواني ولح احكي هون على ثلاثه اسبكتس بشتغل عليهم يلي هن رينج اوف موشن سبيد وبلايومتريكس. يعني رح فرجيكم هلا على السريع لما احكي انا رينج اوف موشن. شادي اذا عم تعمل سكوات ممكن شادي ينزل يعمل تاتش للفوت تبعه او يرجع ينزل هاف واي. سو انتوا بتقرروا على اي رينج اوف موشن بدكم تشتغلوا. الاسبكت الثاني هو سبيد. شادي بتفرجينا نفس الحركه اذا حاضرين تعملوها بسرعه او تعملوها على مهلكم. كمان سبيد هو اسبكت كثير مهم. برجع بحكي عن البلايومتريكس في يزيد عليها جامب اكيد مع جود لاندنج. هيدول كلهم انتم بتقرروا، ما تعملوا كومبيتيشن مع حدا قدامكم، اعملوا كومبيتيشن مع حالكم. نمبر 2 رح نشتغل على هاي نيز. ار يو ريدي؟ 15 سكندز اند ليتس جو. كم اون three more seconds. اوكي ريلاكس، بياخذ نفس 10 ثواني بريح حالي. دائما في ريكفري بيريد كرمال اقدر ارجع اخذ نفس ارتاح لحضر حالي لسبوت ثانيه. ار يو ريدي؟ رح نشتغل هلا على سكوات وي gonna touch our feet ورح نشتغلها. اهم شيء do not sacrifice البوستشر تبعكم. يعني لما تكونوا عم تشتغلوا ما تعملوها بسرعه الحركه اذا مش قادرين تحافظوا على البوستشر تبعكم. ريدي جايز؟ ريدي. يلا ليتس جو مع تاتش. جود بوستشر. شايفين في فرق بالسرعه
بين إيمان وبين شادي. شادي عم بيعملها بسرعة أكبر من إيمان وهذا الشيء طبيعي. كل واحد بيشتغل على قد ما فيه. أوكي ريلاكس بريح. جود. لح أرجع أشتغل هلأ. دبل بانشز. I go. One, two, switch. One, two. قبل ما بعد أعمل suicide touch side to side. بلش بالبانشز. Are you ready? Ready. لها الميلة بإيد اليمين. 4, 3, 2, 1. Let's go. Come on. Go, 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 go. Five more seconds. Okay, relax. 10 seconds. بياخذ نفس. رح نرجع نبلش أنا وياكم هلا. تاخذوا position من هون لما ترتاحوا ورح تعملوا side to side. تاتش. بذكر انه المعده دائما لازم تكون مشدوده، مش بس انا عم بشتغل كارديو فاسكولار، يعني لازم اكون هامل كل العضلات اكيد لادي هالحركات. كثير عضلات بالجسم عم بتكون عم تشتغل بنفس الوقت. Are you ready? Ready. Let's go. اكيد السرعه رح تختلف بين ايمان وبين شادي، وحتى الرينج اوف موشن كمان مختلفه. يعني شادي عم بيعمل تاتش على الفلور، ايمان مش عم تنزل اوقات على الاخر. اوكي ريلاكس. جود جوب جود جوب. رح نشتغل هلا على بيربيز. شادي رح يعملها مع جامب، ايمان بلا جامب. اكيد وقت اعمل بيربيز عم بحكي تاتش لتحت تاتش من هون، في اعمل باور جامب او في بس اوقف لفوق لاعمل حركه ثانيه. ايمان تعمليها بلا جامب وشادي يو اد سم بلايومتريكس تو ات. ار يو ريدي؟ ريدي. ليتس جو. شادي از اون فاير. Five more seconds. Roll, 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 roll. Okay. Relax. 10 seconds. بياخد نفس. Oxygen هون كتير مهم. بياخد نفس قد ما فيه. بريح بعد. بريح بعد. بريح بعد. Okay. Now برجع. لح ارجع عيد. الهاي ستيبس لانه بعدها رح ارجع اعمل فوتبول دريلز، ولكن هالمره بدي اياها هاي انتنسيتي اثنيناتكم. اوكي هاي انتنسيتي هاي نيز. ار يو ريدي؟ ريدي. ليتس جو كم اون. نشد المعده منيح، نشد المعده منيح. 5 مور سكندز، 5 مور سكندز، كم اون كم اون كم اون. اوكي ريلاكس. انتوا اللي عم تحضرونا هلا بكل بساطه مشاهدينا، فيكم تعملوا الحركة هيك، فيكم تزيدوا شوي الانتنسيتي، فيكم تعملوها بسرعة قد ما فيكم. مشان هيك اليوم برجع بقلكم مش مهم كيف تقدموا، مهم كل واحد عنده فتنس ليفل معين يجرب يكون عنده لوجيك انه ما يأذي حاله بالحركة، يعملها على قد الليفل تبعه. اوكي رح نعمل هلا فوتبول دريلز ورح نعملهم ثلاث مرات للفوتبول دريلز. Are you ready? Ready. 4 3 2 1 let's go. Come on 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 come on. شد المعدة. Let's go, 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 let's go. نطلع قدامنا دايما. Let's go. Three more seconds. Okay, relax. That's a killer. Good job, good job. نطلع دايما قدامنا إيمان. نحافظ دايما على البوستر تبعنا. بياخذ نفس. بعد عنا two sets. Ready? Ready. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. 10 more seconds, 10 more seconds. Come on. 4 more seconds. Okay, relax. مشاهدينا هيدول وحوش الام تي في اللي عم تشوفون هلا. Excellent cardiovascular training. اكيد انتم لازم تكونوا تحمستوا شوي، يعني الا قد ما فيكم عملتوا شيء له علاقه باللي عم نعمله اليوم. One more time، نحن for one more time. Inhale, exhale. Are you ready? Yes. Ready. Let's roll. 15 seconds. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. 10 seconds. 5 seconds. 2 and relax. بياخذ نفس عميق بريح حالي. Great. كمان مرة good job. رح نعمل هلا شوية high knees. So we go from here. ناخذ البوزيشن تبعيتنا and we go 1 2. الركبه دائما مطعوجه، معدتي مشدوده،
مش ضروري يكون لفوق، لازم وطي شوي انا لاخذ بوستشر صحيحه. انا وشادد معتي ايدي واجري بيشتغلوا سوا. كمان هون بينطبق نفس الشيء. شادي فرجينا كيف فيك تعملها على مهلك، فرجينا كيف فيك تعملها اسرع شوي، فرجينا كيف فيك تعملها اسرع كثير. اوكي ذاتس جود. سو هذا الشغل انتم لازم تعتمدوا عليه دائما، مش دائما بتشوفوا الشغله الحركه وبدنا نعملها. بدنا اليوم ننتبه ونشغل اللوجيك تبعيتنا على القدره الجسديه والكباسيتي تبعيتنا اللي بتخلينا نأدي الحركه وباي ليفل بنأديها. اوكي اكيد لما اكون انا عم بشتغل على ديفرنت ليفلز هون اللي حكون عم بحكي انا على الايتش تبعي فيرسس الانتنسيتي اللي عم بشتغل عليها. يعني اذا انا عم بشتغل هون على 60% من الانتنسيتي، لما سرع كثير انا عم بعلى كمان بالانتنسيتي. سو هيدي لازم ننتبه لها. ار يو ريدي جايز؟ ريدي. 4 3 2 1 سكويز يور ابس اند ليتس جو. Ten seconds. Let's go. 5 seconds. Okay, relax. Wonderful. كتير حلو. بياخد نفس، بريح حالي، بغير لتاني ميل هلا. غير لتاني ميل، برجع بذكر من هوني. Up and down. المعدة دائما مشدودة وعم تشتغل. 4, 3, 2, 1. Let's go. Five seconds. Okay, relax. بياخد نفس وبفضي. ده اللي عم بتضحك حتى لو عم بشتغل بي هاي انتنسيتي تريننج. بياخد نفس وبفضي. رح ارجع اعملها لهالميله. When you are ready. Are you ready? Always ready. I love the spirit. شادي دائما مشاهدينا نحن هيدا الهدف طبعاً، نعطيكم motivation، نعطيكم inspiration لتتمرنوا قد ما فيكم. يلا إيمان 4 3 2 1 let's roll. Let's go. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Okay, relax. Woo. Good. بعد عنا وحدة. We just have one now. حاضرين؟ ريدي. خذوا البوزيشن. 10 سكندز ريليس. رانيا كثير تحمست وعم بتفكر تفوت على السيت معنا هلا وتشتغل. لاست وان، ليتس رول، كمان. This is your last one. Put your heart in it. Come on. 10 seconds. 5 seconds. Okay, relax. لهون برجع شوي. Step touch. Inhale. Exhale. نحن تقريبا صرنا على الاخر، بس انا حابب اعطيهم شوي هيك مثل to trigger them قصاص للشباب. اوكي شادي رح تروح على push up position، ايمان كمان رح تروح على push up position. شوفوا فينا نعمل. شادي رح يبلش push up لبال ما تخلص الفقره تبعيتنا اليوم. ايمان رح تضل واقفه هون. للصبايا بقول انا يلي ما فيهم يعملوا push up، مش ضروري يعملوا push up، حافظوا على البوستشر تبعيتكم بهالطريقه، شدوا المعده بطريقه صحيحه. شادي بلش بالبوش اب تبعك. سو هون عم نعمل اذا بدكم طريقتين. شادي عم بيشتغل ريل بوش اب، ايمان هي ببلانك بوزيشن ببوش اب بوزيشن، بس ما عم بتأدي البوش اب بوزيشن. مشان هيك رح شوف قديش رح فيهم يضاينوا. ما بعرف قديش بعد بدنا، ان شاء الله بكون جنيت على شادي. Let's go. مشاهدينا تريننج is so important. Training is so important. مشان هيك لازم دايما تتمرنوا. Okay, that's it. لكن stand up. نحن مشاهدينا شوي رح نعمل cool down، رح نعمل stretching تحت الهواء لكل الناس اللي اشتغلوا معنا. You have to do the same. 5 components بتتألف منه الحصة الرياضية. بعمل warm up، بعمل stretching، فوت على المين phase، برجع بعمل gradual cool down، بعمل stretching وبنهي session تبعيتي مثل ما نحن هلا رح ننهي. بكره رح التقى معكم بنفس الوقت اكيد بعضلات جديدة بموضوع جديد. Until tomorrow, get fit, stay fit. Thank you شادي and thank you إيمان.